بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. كل هذه المواهب نجحة ووعد رزقها بإذن الله كنشكر المديرية العامة للأمن الوطني اللي قررت أنا تأسس هاد المسابقة باش نسابقوا فيها ونبرزوا المواهب ديالنا، وكنشكر جميع الولايات اللي كاينين في المغرب والأمن الوطني كامل لأنهم قرروا أنهم يديروا هاد المسابقة. عجبتني المسابقة بزاف، وكنشكر الطاقم اللي سهر على هاد الاحتفال ولا هاد الحفلة، وكيف درت أنا درت الرسمة كتعبر على المسيرة الخضراء، وكيف كنعرفوا كلنا أن المسيرة الخضراء كانت 6 نوفمبر 1975. اليوم درت المسابقة في تجويد القرآن الكريم. كنشكر ماما وبابا بزاف حيت هما اللي عاونوني باش نوصل لهاد المرتبة. أنا كنحضر اليوم في مسابقة الإبداع التربوي الفني لأبناء وأطفال رجال الأمن، وكان يعني اليوم يعني حافل بأنشطة فنية مسابقات في مختلف المجالات الفنية بما فيه الغناء المسرح الموسيقى، يعني الـ يعني الـ الرؤية العامة ديالي لهذا الحفل وأن هاد الوليدات كيتميزوا بمواهب كبيرة وتبارك الله، يعني الأداء ديالهم في جميع هاد المجالات الفنية كان رائع جدا، لأن يعني في الأصل أن تم الانتقاء ديال هاد الأطفال، يعني ما يعني النخبة فيهم ديال الفنانين وخا صغار، وكيبقى فقط انهم حنايا كنتمنوا انهم يتبعوا هذا المسار الفني، يمشيوا ويقراوا شويه في المجال الفني، ما هو موسيقى اللي كيدير الموسيقى يقرا الموسيقى، اللي عنده موهبه ديال المسرح يقرا المسرح الى غير ذلك، والفن التشكيلي الى غير ذلك. كنتمنى انهم يمشوا في هذا المسار وان شاء الله غادي يكون عندهم واحد الافق يعني كبير ان شاء الله. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.